هاي المرة أنت ارتكبتي غلط ما رح يتصلح أبداً. قتلتي عزيزة أصلان يلي موجودة بقلبه لميرانه بعيونه. لو أني كنت بمكانك لحاولت أني روح من هون قبل ما يزدتوا التراب علي، بس حبيت أعطيكي هالنصيحة. الله يريحك عزيزة أصلان. انبسطي بهالأيام يا سلطانة، لأنه جايكي أيام بشعة. شو رح نضل ساكتين هيك؟ رجلك عم توجعك؟ روحي اللي عم توجعني. رح نضل ساكتين وما عم نحكي أبدا؟ كل ما حكينا شي عم نتخانق، وأنا ما بدي أكسر لك قلبك ولا بدي خليكي تزعلي بنوب. يعني هيك رح نكون دايما؟ كنت تضل تقلي لا تهربي مني، وانت لا تهرب، لا تهرب مني. بترجاك لا تخلي يصير زعل بيناتنا، خلينا نتناقش بهدوء ونلاقي حل. هدوء. ميران أصلان، بابا طلع لبرا. أنا قلت له لا تخليني أشوفك. ميران، مشان الله لا تساوي شيء قبل ما تفهم شو بده منك. شو جاي تساوي هون كمان؟ بابا ريان وقفي. ميران، أنا قلت لك يا ميران، حاولت فهمك ياها 100 مرة. عيلة شاد أوغلو ما إلها أي علاقة باللي صار معك ولا بالهجوم يلي تعرضت له أنت وسيارتك. وقلت لك إنه في حدا غيرنا سوا هالشي، بس ما صدقتني، وهلا رح أثبت لك كلامي. وصلتي لنهاية اللعبة عزيزي أصلان؟ انتهى كل شي؟ ألعيبك لهون وبس؟ أنت بتعرفوا لهالرجال شي؟ آه؟ هذا هو المعلم يلي هرب من بين ايديك بمحل الخردة، الرجال اللي استأجرته ستك. طلع، انا معك لا تخاف ابدا، بديك تخبر ميران بالشي اللي قلت لي اياه بدون ما تتردد. شو هذا هلا؟ شو عم تحاول تساوي هذا ارشاد اوغلو؟ وشي اللي عم حاول ساويه؟ انا اي شي بساويه واضح للكل. هلا رح اثبت لك انه كل شيء قلت لك اياه من البدايه كان مزبوط، ومشان ما عزبك جبت لك الدليل معي. ليكو، هلا رح تعرف مين الكذاب ومين الصادق. يلا احكي له، لا تخاف. لا تحكي شيء، وحتى اذا حكى ما بصدقه، لانه هذا الرجال مو هو نفس الرجال اللي هرب من محل الخردة، فهمت؟ انت تعال. اركض فرات، اركض. وانا مالي شايفه لهالرجال من قبل. كيف؟ انت عم تكذب مو هيك؟ هي وحدة من اكاذيبك ميران؟ انت عم تلف وتدور مشان تحميها لستك، هذا هو نفسه. انت شفتني من قبل؟ يلا. مين انت؟ يا خانم، يا خانم، انا بترجاك انقذيني منهم. هدول الرجال جابوني لهون بالقوة، هددوني انهم رح يقتلوا عيلتي مشان قول يلي بدهم اياه. مشان الله يا خانم خلصيني منهم. ولك شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه هلا؟ مو انت يلي قلت لي بترجاك جاب السيارة لتعب عزيزي اصلان؟ وهددوا بترجاك لا تقتلني، وهددوا عيلتك كمان يا عجيب العائلة عنه. ايش غيرت كلامك؟ اتركني بابا، اهدى. هاي حقيقتك، هلا خطفت رجال بريء وجبته لهون بالغصب. شفتي وش ابوكي الحقيقي يا ريان؟ هاد هو ابوكي، تعرفي عليه منيح. بابا ما بيساوي هيك شي ابدا، ما بيهدد ولا بيخطف حدا، هالرجال عم بيكذب عليكم. هي لعبتك الجديدة، لا تحطي ابي بهالموقف معك عزيزة خانو. بكفي ريان،
انتي لساتك عم تصدقيه؟ انا بحذرك لا تطلع قدامي مرة تانية. اذا مرة تانية بتفوت على بيتي بهاي الطريقة ما رح تطلع منه على رجليك، فهمت؟ اسمعني، بتاخده لهالرجال وبتحطه بمكان ما يقدر يلاقيها زار شادوغلو. لا رح يحكي بعده عنه، هو لازم يحكي. قول الحياة ولك لا تكسب. نحن شو اتفقنا؟ ليش غيرت كلامك؟ بعده عني، يلا احكي. بابا بترجاك اهدى. يلا نلع من بيتي. الظاهر ما فهمت الكلام اللي قلت لك يا، بس اذا مرة تانية بتطلع قدامي هيك قسما بالله ما رح ارحمك، رح اقتلك اول ما اشوفك، فهمت؟ رح اقتلك اول ما اشوفك. شو عم يصير؟ مين هالرجال يا علي؟ ليش عمل حاله انه نفس الرجال يلي عم ندور عليه وبعدين سوا فينا هيك؟ والله ما بعرف شي يا اغا. معقول اتفقوا على هاللعبة؟ مو من تمه حكى لنا انه اتفق مع رجال عزيزة وطلبوا منه يهاجم سيارة ميران؟ شو تغير؟ شو صار؟ ليش غير كلامه قدامهم؟ معقول لعبة جديدة من عزيزة؟ اذا هي لعبة من عزيزة ليش الرجال عطانا اسمها؟ وبعدين كان خايف كتير، نحن هددناه وجبناه معنا لهون. امتى اتفقت معه؟ ما عم بقدر استوعب شو اللي عم يصير معنا. في شي ما عم بقدر استوعبه يا علي. على فرض انه بعتتهم ليهجموا على السيارة ليخوفوه، ليش لا تخليهم يهجموا على البيت؟ شو عرفها انه ميران ما رح ينقتل؟ مثل ما قلت لك هنن هجموا على السيارة بس ما كان قصدهم يقتلوا لميران، نحن كان معنا حق بالشي اللي قلناه. كيف؟ قصدك تقول انه عزيزة ورا هذا الشي؟ احترت كتير وحاسس حالي رح اجن. بس شو السبب؟ ليش لحتى تحاول تخوفه؟ دخيلك يا ربي شو حل هاللغز هاد؟ بعد ما وصلت لهون بدك تتراجع يا اخا؟ لا شو يعني اتراجع؟ بنتي قالت لي ساعدني يا بابا، لهيك واجب علي اعرف الحقيقة. حتى لو جابوا الف واحد كذاب مثل هداك انا رح اكشفهم. انا مجبور مشان بنتي وحتى مشان الرجال يلي بتحبه. طلع فيني، بتروح فورا على بيت هداك الكذاب وبتسأل كل الجيران عنه وبتحاول تعرف منهم ليش عمل هيك وليش لحتى يكذب علينا، فهمت؟ تمام يا اغا، لا تشغل بالك، اول ما اعرف اي شي بخبرك فورا. يلا انتبهي على اللي عم تتركي وراكي وانت عم تلعبي ألاعيبك. اجى الوقت لحتى تدفعي ثمن الارواح اللي احترقت بسبب ألاعيبك الوسخة يا عزيزي أصلان. طيب ليش عم تعمل هيك؟ طالما انت ناوي تخليني ادفع الثمن، ليش انقذتني من هالورطة؟ مين انت؟ مين؟ تفضل. انت طلبتيني يا خانم؟ سكر الباب.
بتلاحق الرجال يلي جابوا هازار يا محمود، بتلاقيه بأي طريقة قبل ما تعرف مين يلي خلى هالرجال يساوي هالشي. لا ترجع أبدا. بس ميران آغا. روح. أنا بعرف منيح محبة الإنسان لأبوه وأمه، ما شفتهم لأهلي كتير بس بعرف. قلت لك أبوكي مو مثل ما أنت مفكرة، لازم تواجهي هالشي. خاب ظني، نهرت، بس مو خاب ظني بأبي، لأنه بابا مو من الأشخاص اللي ممكن يهدد حدا بولاده وعيلته. بس ستك بتساوي هذا الشي وانت شفته بعيونك، مع هيك ما قدرت تتقبل انها عم بتكذب عليك. بس لوم أبي أسهل مو هيك، لأنك ما بتقدر تلومه لستك. بس لازم تعرف انه بابا ماله مثل ستك أبدا. شفتي بعيونك ريان وسمعتي بأذانك. شو يلي سمعته بقى؟ شو يلي شفته ميران؟ انت متخيل اني رح صدق كلام شخص ما بعرفه ولا شفته بحياتي؟ بدك يعني صدق هالرجال الغريب وانت ما عم تقبل حتى تسمع كلام ابي؟ ليش؟ لانه انت خايف من الماضي، مو خايف من انك تسمع شي عن امك، خايف من انك تكون غلطان بانتقامك. ريان، بعرف انك ندمان كتير على عمايلك وبتظن انك ما رح تلاقي شي تتمسك فيه اذا انكشفت الامور، وانك رح تخجل وتحط عيونك بالارض. بس بنفس الوقت انا حبيتك وثقت فيك. أنا حبيتك ميران، بترجاك وثق فيني وفهم هاد الشي. بس فكر إنه في بماضيك شي غير يلي بتآمن فيه، ما رح تخسر شي يا ميران. وإذا غلطت وإذا صدقت شي تاني غير كلامي ما رح تفرق أبدا. وإذا كان صعب إنك تتقبل هالشي وتواجهه ما رح تفرق، لأني رح ضل حبك وإنت رح تضل موجود بقلبي. بالنسبة لكل شي صار، أو أبي أو ستك، ما بيهمني أبدا شو رح يساوي، لأني رح ضل جنبك. أنا بحبك وما في شي بيخلينا نفترق، ما رح أتركك.
شلون يعني البيت فاضي محمود؟ الرجال ما ترك ولا دليل وراه؟ هو اختفى ورجالنا ما عاد يقدروا يلاقوه؟ عم يدوروا يا خانم، بس ما عم قدر افهم امتى لحق يفضل البيت ويختفي بهالسرعة. الو؟ تمام، طيب قدروا يوصلوا للرجال؟ هذا الحارس يلي بالقصر، نيران آغا سأل لوين رحتي وطلع ورانا فورا. لكان انت عم تلحقني مو هيك يا حفيدي؟ محمود لف من هون. بس يا خانم. لف. بكفي يا زهر، بترجاك لا تساوي بحالك هيك. أنا ما صدقت أي شي من كلام ميران، وما بصدق. أنا بعرفك وبعرف الرحمة اللي بقلبك، ولادنا بيعرفوا هالشي كمان. شكرا لك زهرة، الله يبارك فيكي. بس القصة مو بمين صدق هالشي أو مين ما صدق، لأنه إجا الوقت لحتى حل هالموضوع من جذوره وارتاح. هلأ إجا الوقت لحتى أخلص من هالافتراءات اللي رمت علي وأغسل حالي منها. بس وعدني إنك ما تعرض حياتك للخطر وإنت عم تساوي هالشي زهرة. مين عم يتصل فيك بهالوقت المتأخر؟ لا تقلق، هاد واحد من العمال يلي عنا، على الأغلب لازمه شي. ألو، تعال على نفس المكان يا هزار، إجا الوقت لحتى أعطيك الأمانة اللي معي. تمام فهمت، يلا جاي. يا ابني أنا ارتكبت غلط، وهالغلط كبير يا محمد. أنا اضطريت إني أكذب كذبة مشان ما أخسر حفيدي ميران. كذبت وافتريت، هاي أول مرة بكل حياتي برتكب هيك غلطة وبعد عن الصح. بس والله ما كان عندي حل تاني، لأنه كان عم ينسحب من بين إيدي ويروح. أنا ظنيت إنه ما ضل إلي أي مكان بقلب حفيدي ميران. ظنيت إنه نسيني ونسيكن بسبب هالحب، ونسي كمان هداك اليمين يلي هو أخده. أنا ما عاد أعرف شو بدي ساوي. حبيبي يا محمد، عم تسمعني يا ابني؟ عم تسمعيني يا دلشا؟ حبيبتي كنتي اللي صارت تحت التراب وهي بعمر صغير ولسه ما شبعت من ابنها وما كحلت عيونها فيه. انا كل ما سمعتك وانتي عم تناديلي يا امي، كنت انسى انه انا ما في عندي ولا بنت. يا دلشا، انا اسفه لاني ما قدرت اهتم بامانتك. ميران زعلان مني كتير، ومعه حق. حتى لو اعتذرت منه الف مره على الفاضي، هو معه حق. أنا حاولت إني أسرق منه حب قلبه،
سكتت على حفيد يحب يداوي قلبه اليتيم ويعوضه عن كل شيء. ما قدرت أعملها، ما نجحت يا أولادي. كل القوة يلي عند أمكن يلي قلبها احترق وتحول لفحم ما كفت لهذا الشيء، ما كفت أبدا. ما قدرت إني أوفي بوعدي، ما قدرت ساوي الشيء يلي وعدتكم فيه، وما نجحت بإني دفي قلب حفيدي ميران يلي برد بسببي أنا. سامحوني يا أولادي، لا تلوموني أبدا لأني ما نفذت وعدي إلكن. ما قدرت أوفي بالوعد يلي عطيتكن يا ولا لميران. علي أعطيني خبر منيح، قدرت تلاقي شيء؟ للأسف يا أغا البيت فاضي، كأنه مو هذا البيت اللي جينا عليه. كيف فاضي؟ أمتى انتقل منه؟ ما حدا من الجيران شافه؟ أنا سألت قالوا لي إنه هذا البيت فاضي من زمان، حتى ما في حدا ساكن فيه. شو هالحكي هاد؟ نحن وقعنا بدوامة وصعب نطلع منها يا أغا. احترقت وما بعرف شو بدي ساوي. لا بتعرف شو بدك تساوي، ما في داعي تحتار. ما رح نتراجع عن هذا الموضوع لنعرف لوين ميران أخذ هالرجال ونخليه يحكي، فهمت علي؟ لازم نعرف مين ورا هالحيلة هاي. حاول قد ما فيك، أنا مضطر سكر هلأ. خير أسماء؟ ليش جايبتيني لهون هلأ؟ أي أمانة؟ دلجاه كتبت هالرسالة وطلبت مني أعطيك إياها، بس هديك الليلة لما صار يلي صار وقتها انجبرنا أن نروح فورا، وأنت بتعرف أنا احترت وما عرفت شو بدي ساوي. ما صح لي فرصة لأعطيك الرسالة، بس خبيتها. كنت بعرف أنه لازم أعطي هالرسالة لصاحبه بشيهم. ورجعي الرسالة لميران، وبهي الطريقة بتنقذ بنتك، وبنفس الوقت الكل بيعرفوا براءتك. الإيد اللي كتبت هالرسالة بعد موجودة،
سامحيني لاني ما قدرت امسكك من ايدك وطلعك وانقذك. بس انت قدرتي انك تنقذيني انا وبنتي بهالرسالة يا دلشا. ميران وين كنت؟ لوين رحت فجأة؟ أبوك بخير. أنا ما كنت عنده بس بعرف إنه منيح. طول الوقت وأنا عم فكر بأبي يا ميران. ما نجحت يا أولاد، كل القوة يلي عند أمكن يلي قلبها احترق وتحول لفحم ما كفت لهذا الشيء. ما كفت أبدا. ما قدرت إني أوفي بوعدي، ما قدرت ساوي الشيء يلي وعدكم فيه، وما نجحت بإني دفي قلب حفيدي ميران يلي برد بسببي أنا. خير صاير معك شيء؟ طمني أنت منيح؟ أنا ما بعطي وعد ما بقدر أوفي، بس لازم تعرفي إني مستحيل أنسى الوعد اللي قطعته بنوب. انتقامي بكفي. بكفي بقى. انتقام انتقام. ليش شو كان يلي ساويته؟ لسه لهلأ ما أخذتوا انتقامكم؟ ما اكتفيتوا من كل الأوجاع يلي عشناها يا ميران؟ كل هداك الكلام وكل يلي تعرضنا له وكل المشاعر يلي عشناها، أنا ما قضيت ولا يوم واحد ما حبيتك في ميرا. بس اللي عم شوفه هلأ، بالرغم من كل الوعود اللي عطتني إياها، ما مر عليك ولا يوم ما فكرت فيه بانتقامك. ما تراجعت عن هذا الدار. وين السيارة؟ حطيناها بالكراج. جيبها بسرعة. تحت أمرك. أو استنى لإلا، خليها، خبرهم يجهزوا لي الحصان. صباح الخير ميران آغا. صباح النور. تفضل. يلا تعال معي لشوف. يلا تعال. لا يا ميران، لا، نحن ما رح نهرب هي المرة، رح نحل هالموضوع سوا. نحن مجبورين. أوف ميران أوف. صباح الخير. عم دور على ميران، يا ترى بتعرفوا وينه؟ طلب نجهز له الحصان.
يعطيكم العافية. رح روح لحالي. يعطيك العافية. أهلين وسهلين بنتي. أهلين فيك. وانتي ما قدرتي تنامي مثل ميران؟ اجيت لأسألك عنه إذا هو هون. ايه اجا وراح قبل شوي. لوين راح؟ ما بعرف، أخذ حصانه وراح فورا. طيب ممكن تجهز لي شي حصان؟ ماشي بنتي. وينك يا ميران؟ وينك؟ أنا رح لاقيك. طلع يا قصري، أنا أجيت مرة تانية بس ما رح أضل كتير، رح أرجع. أنت شفت وجعي طول كل السنين الماضية، وأنت رح تشوف نصري كمان. رح يتأخر شوي بس هداك النصر رح يتحقق. بعدين رح أجي وأسكن جوات حيطانك للأبد، للموت. وين الكل؟ بيعرفوا انه هلا وقت الفطور، نحن مجبورين نضل نستناهم لحتى نقدر نفطر؟ عزيزة خانم ما لها بالعادة تتأخر. أنا رح شوفها. وقفي شهريار. عزيزة خانم مو هون، راحت. لوين راحت؟ رجعت على القارس. أخي أليف وهني مو أخذوا الأحصنة وراحوا. أخذوا الأحصنة وراحوا؟ معقولة؟ الضيعة عم تحترق وهنن عم يركبوا الأحصنة؟ ستي ما عم بترد. أنت جنيتي لتتصلي فيها؟ تركيها خليها تضل هنيك للأبد، ليش لتتصلي فيها؟ أسماء
الجو بارد كتير هون. خدي الفطور على الصالون. قنول جهزي حالك بعد الفطور للروع على السوق، لازم يشوفونا أصحاب المحلات، ما رح نخليهم يفكروا أنه عيلة أصلان هاجرت لأنه عزيزة خانم راحت. كل ميديات بيكونوا سمعوا بهالشي بلا ما نعطيهم المجال للحكي. لازم أحكي مع ميران بالأول. لا الصوت جاي من الغرفة. هو بالبيت؟ ميران؟ وينك يا ميران وينك؟ ما عندي مكان روح عليه غيرك، بس عم بفشل دائما، ما عم بنجح، كأني بمفترق طرق، ما فيني اتركك وروح. بس لما بتديري لي ظهرك كل الألوان بتختفي وما بيضل غير اللون الأسود بحياتي، وجوهات قلبي بيصير فاضي تماما. إذا رحتي بتروح هاي الغشاوة اللي على عيونك، بتروح هالدموع يلي متراكمة تحت شفونك، بينتهي الهم يلي على قلبك، بيضحك وشك أكتر. ما بعرف، ما بعرف شو بدي ساوي ريان، شو الحل؟